يعطيكم العافية. راح نبلش شرح chapter 4 static. chapter 4 static بحكي لي عن force resultant system. كيف يعني القوة كيف ونظام القوة كيف تعمل له أخليه محصل. يعني أنا عندي مجموعة قوة، هذه عندي هاي ضاولي مثلا أثر عليها مجموعة قوة، أنا كيف أدخليهم قوة واحدة؟ تمام، تخليهم قوة واحدة، هذا هدفي من التشابتر. أنا عندي مجموعة قوة بتخليهم قوة واحدة، عشان أعمل هذا الإشي نتعرف على موضوع اسمه المومنت. يعني إحنا رح ناخذ المومنت سواء 2D أو 3D وكل حالاته عشان هذا الإشي. تخيلوا الإشي قديش عظيم. بشكل عام بحكي لي عن الأول إشي، المومنت للفورس. المومنت للفورس طريقة السكيلر، فين طريقة سكيلر؟ يعني رقم بدون دايركشن. قامت للفورس اللي هو العزم، اللي هو وحدته عادة بتكون نيوتن دوت متر. يعني ايش فورس؟ ديستانس، يعني قوة بمسافة. ايش القوة وايش المسافة؟ ببساطة احنا نمثلها، لو عندي مثلا هذا الاشي زي هيك، عندي فورس زي هيك، طب مني المومنت هون، هذا هيك إيش نثبت من هون، طب من المومنت عنده شو القوة اللي عندي، شو المومنت عندي هون للقوة هاي اللي مقدارها 50، المسافة هاي 4 والمسافة هاي 5. تمام، كل تمام. كل مومنت بيعمل الفورسات، بقول لك انا دائما القوة في المسافة العمودية. كيف يعني؟ يعني انا لو عندي هذا عمود صح؟ هاي خط عمل القوة، هذا الاشي بسموه خط عمل القوة. شو عمودي عليه؟ كل عمودي عليه هذا الاشي المسافة العمودية. تمام؟ دائما القوة في المسافة العمودية، القوة 50، المسافة العمودية عليها 4، 50 في 4، المومنت يساوي 50 في 4 يساوي 200 نيوتن دوت متر، كيلو نيوتن دوت متر. طيب انا هون ما حددت اتجاه، لانه انا حكيت لك السكيلر اول شيء كيف نعرف مومنت، شو المسافات، شو القوة. انا افرض بحب اعمل زي قطع من القوة، كيف بدي اعرف شو المسافة العمودية؟ تمثلك اياها بشكل بسيط. لو عندي هذا محور اكس، محور واي، هذا واي وهذا اكس، انا اذا كان اتجاه القوه زي هيك، الاشي العمودي عليه هيك، انا اذا بدي اخذ مومنت اخذ، يعني اذا كانت القوه عندي اخذ المسافات بتكون ايش واي، كانت القوه عندي اتجاه الواي المسافات تكون اتجاه الاكس، هيك او هيك حسب وين انا طالب مومنت. هيك كيف اعرف احدد المسافة اللي بدي اضربها بالمومنت؟ لو كانت عندي القوة زي هيك، المسافة العمودية بقول لك العمودي عليه، اخذ هاي المسافات اللي باتجاه هذا في الاتجاه حسب وين طالب المومنت عندي، طيب اذا طلب مني المومنت نقطة بتمر فيها القوة، انا عندي هاي القوة، عندي هاي خط عملها، تمام، حكى لي اوجد لي المومنت هون، يوجد لي المومنت عند النقطة هاي، النقطة هاي، بقول لك المومنت هون، المومنت هون بيساوي زيرو. ليش؟ لأن المسافة العمودية تساوي زيرو. طب كيف عرفت شو المسافة العمودية؟ حكينا احنا عندنا هاي راس القوة، حكينا القوة هيك خط عملها اللي بالأزرق، شو يعني هي عمودي على الواي، شو المسافة العمودية؟ بتكون الأفقية، هون الأفقية. بلاحظ أنا ما في مسافة عمودية، ما عندي مسافة باتجاه، عندي مسافة باتجاه الإكس، عندي مسافة باتجاه الواي، هي بتمر بالنقطة. فدائما باخذ قاعدة، إذا القوة بتمر بالنقطة بدها تعمل عليها مومنت، مومنت تساوي زيرو. مثل ما حكينا احنا دائما خط مبني ناخذ المسافات اللي على اتجاه الإكس أو على اتجاه الواي، على اتجاه الإكس الموجب أو اتجاه الإكس السالب، القوة عمودية. هون ما في مسافة قوة، ما في مسافة عمودية. يعني شو كيف بدي أوضح لك إياها أكثر؟ لو عندي خط عمل القوة، هذا ايش
المومنت هون تمام، حكى لي هو هون هو هون. شو المسافة العمودية؟ المسافة العمودية هي عبارة عن ايش؟ عن الاشي اللي على الاكس، الاشي اللي على الاكس. فهاي النقطة، هاي النقطة مكانها صح. شو المسافة العمودية؟ المسافة العمودية، ايش المسافة العمودية بتكون؟ المسافة سهم الاسود، المسافة العمودية، المسافة اللي باتجاه الاكس. انتم مش فاهمين عليها، اسمع الامثلة راح تفهم. ايش المومنت السكيلر؟ هو المومنت اف دي. هسا نشرح على الامثلة هاي. الامثلة هاي هي اللي بتجيب لي الصافي. بقول لي وجد لي المومنت عند النقطة او، وجد لي المومنت عند النقطة او. ببساطة شو بقول لك انا؟ انا احدد القوة في المسافة اللي بتعملها. النقطة او، النقطة او. تمام؟ هاي النقطة او. القوة كيف عندي؟ القوة عندي عمودية. شو المسافة المسافة اللي بدي اخذها؟ يعني المية هاي بشو بدي اضربها؟ بأي مسافة؟ بضربها بالمسافة هي ايش؟ على الاكس. فالمومنت، المومنت يساوي 100 2 ويساوي 200. هذا المومنت مع عقارب الساعة ولا عكسه؟ طبعا في فيديوهات، في ناس بيحكوا اصابع وما اصابع وسالف هاي، ما بدي اياها. بكل بساطة انا بقول القوة عندي هون، تمام؟ القوة عندي هون. كيف بتعمل؟ والمسافة لوين؟ لهون. انا كيف بدي اوصل بينهم؟ من الراس للراس. اوصل فيهم هيك، اوصل فيهم هيك. يعني انا بدي اوصل بين القوة والنقطة او. كيف بوصل بينهم؟ اوصل بينهم بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه ايش؟ عقارب الساعة، لانه الساعة عندي بتلف هيك. الساعة بتلف عندي هيك. الساعة بتلف. دائما بقول لك مع عقارب الساعة سالب. المومنت هذا مقداره سالب 200. معنى إشارة السالب، أنا دائما بفرض فرض عكس عقارب الساعة موجب ومعها سالب. طلع معي الجواب سالب، يعني الناتج مع عقارب الساعة. بس هو مش شرط. إيش؟ أنا لو عندي سهل، لو عندي فورس زي هيك، فورس زي هيك، أنا قلت لك سيجما اف اكس تساوي زيرو، أقدر أحكي هاي كانت 50 وهاي كانت 100. أقدر أحكي سالب 50 زائد 100، أقدر أحكي 100، بقدر أحكي سالب 100 زائد 50. أنا بفرض الاتجاه الموجب اللي بدي إياه والاتجاه السالب اللي بدي إياه. احنا بدنا نثبت المومنت مع عقارب الساعة موجب، مومنت عكس عقارب الساعة، مومنت عكس عقارب الساعة موجب وعكسه سالب، معاه سالب، معاه سالب. فايش بنعمل احنا؟ مع عقارب الساعة موجب وعكسه سالب. هذا مثال. مثال ثاني، المومنت عنده او، المومنت عنده او، شو اعمل انا؟ القوة، القوة والله خط عملها افقي. انا راح اخذ المسافة العمودية. شو المسافة العمودية على القوة؟ المسافة، المسافة، المسافة 50.75. طيب هاي مع عقارب الساعة ولا عكسها؟ هاي القوة، هاي راس القوة، هاي خطأ من القوة. النقطة أو بلفوا على بعض، كيف تلف عليها؟ هاي القوة، القوة كيف توصلها للنقطة أو؟ بوصلها هيك، أنا ما بوصلها هيك، بوصلها هيك. تمام؟ هاي إيش؟ عقارب الساعة 50.75. يب كمل. فايش حكينا؟ انه بلف هيك، بلف هيك. إذن ايش؟ مع عقارب الساعة. بالنسبة للسؤال هذا الثالث، السؤال اللي اوجد لي المومنت عنده او، للمومنت عنده او. طبعا اغلط الطلاب كلهم. انا عندي القوة، القوة هون تمام. ايش المسافة اللي باخذها؟ حكينا المسافة العمودية. فهذا اذا على الواي فباخذ المسافة اكس، باخذ المسافة اكس. هاي المسافة، طب هاي المسافة كم؟ المسافة كم؟ اعرف كم هاي المسافة، اعرف هاي اربعة. طيب وهاي المسافة الصغيرة كم؟ على المثلثات كله هذا 2، الزاوية 30. هاي بتاخذ القريبة من الزاوية بتاخذ 2 كوساين 30، عمودية بتاخذ 2 ساين 30. فأنا شو القوة اللي بستعملها؟ شو المسافة اللي بستعملها؟ مسافة من هون لهون راح تكون عبارة عن 4 زائد 2 كوساين 30. 4 زائد كوساين 30 قوة من المومنت هيها قوة 40، 4 زائد 2 كوساين 30 بيعطيني 229. شو بيعمل لي مع ولا عكس؟ وعندي هون والنقطة هون، كيف بوصل بينهم؟ بوصل بينهم. إذن إيش هاي؟ عقارب الساعة، يعني سالب. طيب نروح على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، المومنت حول النقطة أو، القوة عندي هيك. شو المسافة العمودية؟ المسافة العمودية عندي لفوق، المسافة لفوق.
هاي المسافة كم؟ معي اياها، هو معطيني مثلث قطر له 1 45، هاي بتاخذ ساين 45 بتاخذ كوساين 45. تمام؟ تمام، المثلث زي هيك، هاي الساين وهي ايش؟ الأفقية كوساين، هاي كوساين. تمام؟ العمود بيرفع 1 في ساين 45 في 60 بتعمل لي مومنت. مومنت مع عقارب الساعة ولا عكسه؟ هي راس السهم وهي النقطة أو، كيف بوصل بينهم؟ كيف بوصل بينهم؟ يعني بمد خط من أو ومد خط من هون، أنا بوصل بينهم. بصير السهم راسه، السهم هيك راسه، هيك راسه، بوصل بين السهم هذا وهذا. هي إيش؟ عكس عقارب الساعة، يعني موجب. هاي برضه الطلاب بغلطوا فيها. هاي القوة 7، إيش تعمل المومنت عند أو؟ مد هاي السبعة، السبعة ايش تعمل لي مومنت؟ تعمل لي مومنت مسافة كم على مسافة عمودية مقدارها هاي المسافة، هاي المسافة، المسافة كم؟ المسافة بكل بساطة هاي كاملة 4 منها 1، قديش بتضل هاي؟ 3. مومنت 7 في 3، طيب مع عقارب الساعة ولا عكسه؟ بوصل بينهم هذول هيك. ايش هذا؟ عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. بس أغلاط الطلاب عادة بالمسافات، فأنا أسهل طريقة المسافات قلتها هاي، هاي فالعمودي عليه، قوة هيك العمودي عليها، قوة هيك فالعمودي عليها. تمام؟ تمام، رجع أمثلة أكثر ما راح نطلع أكثر. فهذول الأساسيات للشابتر. طيب هذا مثال، هذا كان كفورس واحدة. طيب بس إذا كان عندك أكثر من فورس، ببساطة كل قوة مالها مومنت وبجمعه. طيب حكى لي هون أوجد المومنت عند أو، طيب هاي النقطة أو، هاي تمام. فانا ايش بعمل هسه؟ كل قوه احللها والمسافات العموديه. شو بعمل انا عندي؟ طيب بروح على القوه 50، ببلش من القوه القريبه منه. هاي القوه 50، هيك القوه، المسافه العموديه عليها مسافه كم؟ 2. اعمل لي مومنت 50 ضرب 2 مع عقارب الساعه ولا عكسه؟ طلع علي وعندي هيك هاي النقطه او، كيف تعمل لي مومنت هيك؟ ايش مع عقارب الساعة؟ ايش هاي؟ سالب 50، ايش؟ سالب 50 ضرب 2 هو القوة. عرفت انها سالب انها مع عقارب الساعة. طيب ثاني شيء، قوة 60، 60 تمر بالنقطة او، ايش؟ القوة ومالها افقية، قوة افقية، المسافة العمودية لفوق ولا تحت؟ في مسافات لفوق او لتحت عن النقطة او؟ المومنت تاعي بتعمله 60 0 زائد 60 ضرب 0 على القوة اللي بعدها، القوة 20، القوة 20 المسافة العمودية، هاي المسافة العمودية، هاي المسافة العمودية، لأنه هاي خط عمل المسافة، هاي المسافة العمودية، هاي المسافة كم؟ المسافة بكل بساطة هذا الوتر 3، هاي 60 وهاي الزاوية 30، هاي بتكون ايش؟ 3 ساين 30. تمام، الأفقية كوساين 30، 3 كوساين. شو المومنت اللي بتعمله هاي القوة؟ نشوف كيف تعمله مع ولا عكس. القوة 20 هيك، نقطة أو هون، بتوصل بينها، توصل بينها عكس عقارب الساعة، يعني موجب، موجب زائد قوة 20 ضرب 3 ساين 30. طلع عند القوة 40، القوة 40 كيف تعمل؟ تعمل هيك صح؟ المسافة العمودية مسافة كم؟ 4 زائد 3 كوساين 30. تعمل لي عكس ولا مع عقارب الساعة؟ هاي سهم، السهم كيف توصل لأو؟ توصل زي هيك، فهي ايش؟ مع عقارب الساعة، سالب 40 4 زائد 3 كوساين 30. راحوا محلهم بيطلع معي ها الكتاب سالب 50 في 2 60 في 0 20 في 3 ساين 30 سالب 40 في 4 زائد 3 كوساين 30. الجواب ايش؟ طلع الجواب، طلع معي الجواب سالب، طلع معي الجواب سالب يعني مع عقارب الساعة، فبشيل هو الإشارة وحط سهم زي هيك إنه ايش؟ عقارب الساعة. تمام؟ فكرة مشان أوجد المومنت المحصل على أي نقطة
بوجد لكل القوة. طيب نجي لأمثلة كثير، هذا الشابتر مهم ولازم المومنت يكون لعبتنا. كروس برو مرة كروس بروتكت بتخلينا الجزء الثاني أصلا خلص، تخلص كروس بروتكت خلص أقول لكم. عندي سكشن 4 طبعا خلصنا سكشن 1، عندي سكشن 2 و 3 و 5 بس واحد فيديو واحد، فأنا بتخلص ايش سكشن 4. سكشن 4 هو نفس سكشن 1 بس ايش عندي طرق زيادة لحل المومنت، يعني أنا ممكن أحل المومنت بأكثر من طريقة، أنا ما بدي أعطيكم إلا طريقة واحدة، يعني في ثلاث بدي أعطيكم إلا طريقة واحدة. طيب شو بحكي لي؟ برنسبل أوف مومنت عادي، جد المومنت عنده عندي القوة ايش؟ قوة 5. كيف تعمل لي مومنت حول أو؟ شو علمتكم قبل شوي؟ دقيقة بس. طيب راح نكمل، فهذا المثال بحكي لي أوجد المومنت عنده. طيب أنا قبل شوي علمتكم إنه بمد خط عمل القوة هيك، بأخذ المسافة العمودية، طيب شو المسافة العمودية لنقطة أو؟ هي هو ماثل لي إياها، المسافة اللي راح تعمل لي زاوية 90 هاي هز هاي، هاي شايف مكبرها؟ مش هاي، بأخذ الأو نفسها. بدي ادور على الخط بيعمل لي مسافة عمودية، يعني هاي المسافة، هاي المسافة كل عمودية ما عملت 90 مع القوة، شو الزاوية اللي عملت 90 مع القوة؟ هاي. هسه هاي طريقة ما بحبها ابدا انا، يعني بتغلب كثير، يعني انا هسه بدي اوجد وتر المثلث، وتر هذا مثلا ايش؟ ثلاث، في عندي مسافة X ومسافة Y، انا ما في داعي احله زي هيك، ما في داعي احله زي هيك، في طريقة ثانية انا بقدر احله كيف؟ اطلع طول الوتر، هذا الوتر اطلع طوله يمشي معي اللي هي 3 ساين 75، 3 ساين 75 شو ال 75؟ هاي الزاوية، هي 3 ساين 75 طلع لي المسافة هاي 2.98 ضربها بالفورس اللي مقدارها 5 طلع لي 14.5. انا في طريقة ثانية، طريقة اني احلل هاي قوة اكس واي، يعني بحكي هاي ساين 45 وهاي ساين 45 5 كوساين 45 هاي 5 ساين 45. طيب شو بعدين بعمل؟ القوة باخذ المسافة العمودية لها، يعني هاي باخذ المسافة هاي، هاي باخذ المسافة هاي. طيب المسافة كم؟ إذا الوتر طوله 3 والزاوية 30 3 كوساين 30 هاي 3 ساين 30 3 ساين 30، فالفورس المومنت شو بيعمل لي؟ قال لي خلاص عقارب الساعة اللي هو 5 ساين 45 في 3 كوساين 30 بعدين زائد أو سالب، يعني سالب السالب 5 كوساين 45 ضرب 3 ساين 30 بيعطيني المومنت للفورس، هيو سالب 5 كوساين 45 في 3 ساين 30 سالب 5 ساين 45 في 3 كوساين 30 مومنت. أنا شو كيف يعني بقدر أحل السؤال؟ يعني أحلل القوة كامل، أي قوة ما اللي بحللها هو. الطريقة الثالثة إنه أنا لو هاي القوة 5 حللتها هون باخذ المسافة العمودية هاي، شو بصير عندي؟ في عندي برضو زاوية ثانية أطول الحل، فأنا ما بدي هذا، دائما إيش باخذ؟ عندي قوة قدرت أطلع لها المسافة العمودية بسرعة، أطلعها وبحل وبحللها على إكس وواي وبحلل، هي هون معطيني 3 سوليوشن، هي معطيني 3 سوليوشن، محلل هاي الحل الثالث اللي قلت لكم عنه، بحلل القوة هون أضربها بساين 45 الثاني ايش؟ العمودي عليه. هاي القوة ما بتعمل مومنت. ايش؟ انه خط عمل القوة ينطبق على النقطة او. بتضل هاي القوة 5 ساين 45 في 3 تعطيني الناتج. 5 ساين 75 مش 45. هاي المسافة كاملة 75 هي ايش؟ 15. ساين 15 او ساين 75. فانا ما بدي هاي. عندي هاي حل. السؤال دي قوة مالية، دائما قوة مالية أنا بدي أحل خط عمودي زي هيك، هاي شو دقيقة شوف شو المسافة العمودية على النقطة أو تكون معي هاي، هاي المسافة هاي بطلعها تموت 100 مرة بطلعها، عشان هيك أنا ما بحل زي هيك. شو بعمل أنا دائما؟ قوة مالية بحللها 30 30 المسافة هاي بتعملها المومنت 0.2 وهي المسافة اللي بتعملها 0.4. في طريقة ثانية نستعمل الكروس برودكت ما بدي إياها، يعني ما شرحته بعدني. الطريقة الثانية إنه هاي زي هيك تمام، عندنا طريقة الفيكتور.
سوليوشن يا فيكتور يا سكيلر. انا بستعمل السكيلر دائما. طبعا هاي لما تكون هون تعمل لي مومنت عقارب الساعة، تعمل لي هون تعملي مع عقارب الساعة، ففي عكس الإشارات سالب موجب سالب. هذا البروبليم عاديات مشان هاي 3D بعد جارحينه. تعطي أمثلة مثلا هذا المثال. المثال شو معنا؟ نحسب المومنت عنده. وأنا شو بعمل؟ عندي قوة مائلة بحللها. هاي القوة اللي فوق بحللها هون، هاي القوة بحللها هون، هاي القوة بحللها هون، هاي القوة بحللها هون. طيب عندي هاي، شوفين تعطرتو قديش مهم؟ 500 3 على 5 600 ساين 60. عندي 600 ساين 60. عندي اللي جوا صغيرة 500 4 على 5. شو بيعملوا مومنت المسافات؟ شو المومنت اللي بتعمله هاي القوة ال 500 في 3 5؟ بتعمل لي المومنت عند النقطة O، هاي النقطة O، هاي النقطة O. شو المسافة هاي؟ 3.125. شو المسافة اللي بتعمل هاي القوة اللي تحت؟ نفس الشيء. شو المسافة اللي بتعملها هاي القوة؟ 0.25. القوة برضه 0.25. بطلع الإشارات وبحل. الإشارات وبحل. هاي بتعمل لي العمودية هيك مع عقارب الساعة. هاي بتعمل لي عكس عقارب الساعة. الثنتين بيعملوا لي مع عقارب الساعة. سالب سالب موجب سالب. الناتج النهائي بيطلع سالب. سالب مع عقارب الساعة المومنت وبس. نحل أمثلة كثير كثير على هذا الموضوع. هذا مثال. مثال سالب. قول لي وجد المومنت عند النقطة O. الفورس 600. المسافة العمودية مسافة بين الخط، مسافة بين الخط، هاي المسافة. المسافة كم عندي؟ هاي 4. بطلع هاي الصغيرة. كيف الصغيرة بطلعها؟ أنا معي هاي 3 45. المسافة هاي كاملة، هاي كاملة، هاي 3 ساين 45. تمام. طيب انا بدي ايش المسافه من هون لهون؟ 3 ساين 45 بشيل منها 1 هي هاي، بتعطيني المسافه هاي، زيد عليها 4 بخلص الجواب. مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه بتعمل لي مومنت زي يعني ايش عقارب الساعه. طيب نفس الاشي، سؤال كثير مهم، سطح مائل وقوه مائله، شو اعمل فيها السؤال؟ يا في طريقتين لحله، يا بحلل هاي محور X بحللها محور Y، يعني بقول له هاي 600 ساين 20 600 كوساين 20. شو بعمل بعدين؟ بأخذ المسافات العمودية. المسافة العمودية هاي من هون لهون، المسافة العمودية من هون لهون. شو المسافة؟ هاي المسافة من وين؟ من هاي النقطة، من هاي النقطة. شو المسافة من هون؟ المسافة هاي هي مثلث. شو المثلث؟ 5 كوساين 30. 5 كوساين 30 هاي 5 ساين 30. فبعمل مومنت ايش؟ 600 كوساين 20 بتعمل لي 5 ساين 30، 600 ساين 20 بتعمل لي 5 كوساين 30. طريقة ثانية اني احلل القوة هاي على العمودي على السطح. انا عندي السطح زي هيك، ايش انا اعمل؟ احللها اللي عمودي عليه هيك، احللها واحدة هون وواحدة هون. القوة بتمر بالمحور، نشوف الزاوية هذه تكون هاي 20 وهاي 30 في 50. الزاوية كاملة 50. شو بقول له انا؟ هاي 600 كوساين 50، هاي 600 ساين 50. ما بتعمل لي مومنت، وحتى بتعمل لي مومنت. شو بتعمل مومنت؟ ايش بتعمل لي مومنت؟ القوة هون بتتحلل والنقطة O هون، شو المسافة بينهم؟ نص. 600 ساين 50 في نص زائد 600 ساين 50 في 5. 600 ساين 50 في 5. سؤال كثير مهم، كيف احلل النقطة O هون؟ النقطة O هون، النقطة O هون الأفقية ما بتعمل لي مومنت. طيب في كمان أسئلة؟ السؤال في 50 هايلة المومنت عند O، المسافة هاي بحللها Y، بحللها على إيش؟ على X. 50 كوساين 60، 50 ساين 60. شو
بعمل هاي قديش تعمل لي مومنت بتعمل لي هاي المسافة. المسافة هاي المسافة كم؟ 200 في ايش؟ سان ال 45. ال 200 بخليها 0.2 اذا بدي عادي. 200 في سان ال 45 هاي مليمتر، واحنا بنتعامل مع المتر. يب ايش المسافة اللي بتعملها المومنت هاي؟ المسافة هاي كم؟ 100 زائد 200 كوسين 45 زائد 100. تمام تمام هيك البروبلم، بس بصف ايش مع وعكس. كيف احدد اذا مع اقارب الساعة وعكسه؟ هاي هيك تحليلها، تعمل لي مومنت هيك. هاي هيك تحليلها، تعمل لي مومنت هيك. نفس اللي شبه ما شرحنا ل 3D، طبعا له فيديو حال. السؤال يب عندي هذا السؤال. عندي من الماكسيمم مومنت زاوية 90، ليش؟ وعندي هاي هيك وهيك الزاوية ثيتا. لأوجد الثيتا اللي بتعمل لي ماكسيمم مومنت من زاوية 90، لازم تكون قوة عمودية تعمل لي ماكسيمم مومنت على النقطة هاي. تمام؟ كيف عرفت؟ سين 90 واحد، سين 90 قصدي واحد. تمام؟ عارف شو؟ إنه واحد، القيمة واحد. تمام؟ ماكسيمم مومنت عند زاوية 90. السؤال بيقول لي إذا بي مقدارها 6، ثيتا بتساوي 30، أوجد المسافة إكس بتعمل لي ماكسيمم مومنت عند أو. وين النقطة أو؟ نقطة أو. هاي النقطة أو. طيب أنا بدي إيش؟ يعمل لي ماكسيمم مومنت. طيب شو الزاوية اللي بتعمل لي ماكسيمم مومنت؟ زاوية 90. أنا بدي هاي القوة فعليا تكون زي هيك، تكون زي هيك عشان تعمل لي إيش؟ مسافة عمودية بزاوية 90. إيش هاي المومنت؟ شو المسافة بتعمل المومنت؟ 6 في 8. 6 في 8 إيش هو المومنت؟ هو هذا الماكسيمم مومنت، هو ماكسيمم مومنت. طيب وات از ذا مومنت؟ طب بده المسافه اكس. المسافه اكس يب لك شو المسافه اكس؟ دي هاي ماكسيمم مومنت هيك، هو مد خط هيك خط عمل القوة، دي هذا الخط هيك. تمام بس ايش هو بده؟ المسافه اكس. ايش بعمل؟ صار عندي مثلث قائم الزاوية 90 الزاوية ثيتا اللي هي ايش؟ 30. وعندي هون تحليل القوة، عندي هاي الزاوية كم بتكون؟ التوازي والتقاتل والسوالف هاي، هاي 30، هاي 90، هاي 60، هاي الزاوية 60، الزاوية ايش؟ 60. عشان اوجد اكس تكون دقيقة نشوف كم بالكتاب، بس هي بتكون اكس زائد اشي على كوساين، بس لان انا مش شاطر بالمثلثات. دقيقة وقف ريكورد. الرسم زي ما عملت انا، هاي المسافة هيك هاي. ايش هو بده؟ المسافة اكس اللي بتعمل لي ماكسيمم مومنت، يعني مش هاي المسافة، المسافة اللي راح تكون قدام بعد ما عملت الماكسيمم مومنت. كم المسافة هاي؟ احنا قلنا الماكسيمم مومنت زاوية 90 فهي عبارة عن 48. المسافة x تساوي تان الثلاثين زائد 8 على كوساين 30. 8 على كوساين 30. ليش 8 على كوساين 30؟ لأنه إذا الوتر طوله 8، إيش القريب من الزاوية اللي هي هاي؟ 8 على كوساين 30. تمام؟ أنا أسقطها عليه دائما، ما هو أصلا إيش؟ هذا الوتر، الوتر اللي هو المقابل للزاوية. تمام؟ فهو بده يكون أكبر، ف 8 على كوساين 30 وهذا الضلع من المثلث. الزاوية الصغيرة ثيتا هي 30 نفسها، لا طلعت معي. طبعا شو تان الثلاثين؟ مش تان الثلاثين فعليا، بس لانه هاي المسافة واحد، هاي المسافة واحد، هاي المسافة ايش تتكون؟ تان الثلاثين. تان الثلاثين بتساوي اكس فتحتين على واحد، لو كانت هاي اثنين تقول تان الثلاثين بتساوي اكس فتحتين على اثنين، يعني بتكون هاي تان الثلاثين على اثنين. تمام؟ حسب المسافة هاي. بروبلم كمان مهمين.
في باقي كله 3D. طبعا شابتر سكشن 5 ما لناش فيه، يعني 3D راح نشرحه بكل حال. مومنت اوف كابل، مومنت اوف كابل بكل بساطة بدي اشرحه اكثر من 3 دقائق. عندي هاي فورس، هاي فورس المسافة العمودية بينهم كم؟ مقدارها اف، وهاي مقدارها سالب اف. شو يعني اف وسالب اف؟ يعني مساويات بالمقدار عكستين بالاتجاه، بينهم مسافة عمودية، هل بيعملوا له مومنت؟ مومنت مقدار الفورس في المسافة العمودية بينهم، يعني هذا مقداره اف في دي. شو مع العكس عقارب الساعة؟ بمد من راس لذيل، من راس لذيل، شو هذا الاتجاه كيف؟ عقارب الساعة، فهذا مقداره سالب اف في دي. قول كابل مومنت. طيب سؤال بسيط عليه، لو عندي زي هيك قديش المومنت عندي؟ ايه المومنت عندي ايه، بقدر اني احلل قوة هاي هيك هاي هيك هيك، وجود المومنت عندي الايه. انا بقول لك لا، طريقة اسهل. المومنت اللي بيعمله الكابل هاس طلع مقدارهم 300 و300، يعني متساويات من المقدار متعكسات بالاتجاه ومسافة عمودية، فهذول بيعملوا لي مباشرة مومنت مقداره ايش؟ 300 في 5 كيف؟ عقارب الساعة. مباشرة بحط 300 في 5 بتكون نفس المومنت عند او جاهز. نفس الشيء هون 200 و200 متساويات بالمقدار متساويات بالاتجاه، المسافة بينهم 4، 200 في 4 عندي 450، 450 بيعملوا لي مومنت مقداره 450 في 3. بقدر احله هذا بطريقتين، اوجد مومنت لكل قوة، واني اخلي كل قوة عبارة عن مومنت عادي. هو الكابل مومنت خلص، قوة في مسافة. و 3D طبعا نفس الفكرة، بس هنا عادي. هذا السؤال المومنت عندي الـ A اقدر اني احله ك 400 في 3 زائد 300 في 0 زائد 400 في 5 زائد 200 في 0 سالب 200 في 0.2 سالب 300 في 5. أقول 200 في 0.2 سالب 300 في 5 سالب 400 في 2 جب. ما هم بخلص السؤال، فبقدر أحله بطريقتين، بأخذ المومنت حال بأخذ القوة لحال. يعني لو عندي مومنت أنا بالشكل بيجي زي هيك عبارة عن كابل مومنت، هذا ما بضربه بمسافة، يعني إذا عندي هذا 5 زي هيك أعطاني هيك مومنت مقداره 5، يوجد المومنت عند A كله هذا المومنت بيعمل لي 5. خلص 5 مش بحكي له 5 في مثلا لو هاي المسافة 1.5 بقول له 5 في 1.5، لا بقول له 5 بس، مش انه مومنت، لانه هذا ناتج عن ايش؟ ناتج عن فورس زي هيك، فورسين وبينهم مسافة عمودية، المحصلة تبعتهم 5. بس هاي فكرة الكابل، هذا كابل مومنت بقدر احله، بحكي هذولا عمدات وبدي اوجد مسافة بينهم، طبعا صعب المسافة العمودية اطلعها. شو بعمل انا؟ حلل، حلل هاي، حلل هاي، حلل هاي، حلل هاي. بلاحظ انه هسه المسافة العمودية هذول متساوية 4، فبقول هذا بيعملوا كابل مومنت مقداره 10 في 4 5 في 4. الافقيات بيعملوا 10 في 3 5 في 2 في المسافة هاي المسافة، تمام؟ نفس الاشي 150 في 4 200 في 4 300 في 4. تحليل ولا اشي طول كابل طالع شارحهم شابتر لحال، فبضل عندي الـ 3. يعطيكم العافية.